ملحمة فككت وحدات الهندسة في الجيش عبوات ناسفة زرعها المسلحون ضمن حقول قمح قرية أزلاقيات بمنطقة محردة لمنع الأهالي من جني محصولهم. على ضوء تقدم الجيش العربي السوري على كافة جبهات القتال والقضاء على عصابات جبهة النصرة، فما تزال صور الإرهاب تتكرر بذات الأدوات والمؤدين. بلدات وقرى في ريف حماه كانت شاهداً على وقائع كثيرة من جرائم التكفيريين. حرق محصول القمح في أراضي الفلاحين على طريق أبو عبيدة الزلاقيات أرادها صناع الموت رماداً لأرزاق الأبرياء من سكان مدينة محردة، ومحاولة يائسة لمنع تقدم حماة الديار في عملياتهم النوعية التي يقومون بها لتطهير كامل المدينة من فلول المرتزقة التكفيريين. وعلى جوانب ذلك الطريق توزعت عبوات ناسفة بأشكال وأوزان متعددة في الأراضي الزراعية لمنع المواطنين من جني محاصيلهم. بالتعاون مع وحدات الهندسة تم تفكيك العبوات الناسفة الموضوعة على جانب الطريق في الأراضي الزراعية أثناء جني المحاصيل الزراعية. تم تفكيك العبوات، الهدف منها إعاقة تقدم القوات الجيش العربي السوري ومنع المواطنين من جني محصول القمح. أدوات وأساليب الترهيب ممن أراد دماراً وخراباً بهذه الأرض الطيبة أمست اليوم على قائمة الخزي والعار لأدوات إسرائيل ومن خلفها أعداء سوريا المقاومة. أما لائحة النصر والعزة والفخار فما زالت إنجازات رجال الجيش العربي السوري تخط بها تاريخ سوريا العروبة.